السلام عليكم الاخوه الاخوات الاحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كنشكر جميع الاحرار اللي كانوا كيراسلوني وكيسولوا على هذا الغياب هذا. فالخوت كلشي بخير وعلى خير. هذا الغياب هذا هو جاو عندي شي اصدقاء من اوروبا، فكيوجب علينا اننا نديو هاد الناس نساريوهم في المدن الكنديه وفي الطبيعه الكنديه. هذا الشيء اللي كاين الخوت. فاحنا يعني كنا كنستمتعوا بالمناظر الخلابه ديال الطبيعه الكنديه مع هاد الاصدقاء هادو. حتى شويه كيبان ليا واحد البوليسي، صحفي بوليسي، رضوان الرمضاني صيفط ليا رساله تدوينه ديالو، كيراسلني الرساله ديالو انه قال لك باغي ياخذ فيزا لكندا ويجي لكندا. فهنا غادي نوريكم هاد الرساله ديالو وتما كاينات غادي نجاوبوه. راه نخسر عليكم فيزا لكندا وقناة في يوتيوب ونبدا نسب من الفوق للتحت حيت هادشي اللي كتبغيو. هادي اسهل حاجه، والفوبيا ديال الطياره نحيدها بكاس ديال الويسكي واخا ما كنشربوش. وعروني الله يرحم الوالدين، واللي عنده شي كانيش يجمعو ويجمع كا، راكم عارفين الكماله. وقبل من الكانيش اللعب بسال عندكم. والميساج الثاني، دابا واش الكلب اللي رشقات ليه يبقى ينهش فينا بلا حاسب ولا راقب؟ واش ما كايناش شي مؤسسه في هاد البلاد توقف هاد السيبه؟ واش خاصنا نرجعوا نسبوا في البلاد من اليمين لليسار ومن الفوق للتحت؟ عاد توقرونا وديروا بحسابنا وتخافوا منا وتصيفطوا لينا الوسيطات والوسطاء؟ اش هاد الدل اللي يسب الملك والمؤسسات تترعدوا منه واللي داير عقله تخليه يتمرمد؟ فين المجلس الوطني للصحافة؟ مكمش. وفين المؤسسات الحقوقية؟ وفين المناضلين؟ راه أقسم بالله وتستمر هاد السيبة وهاد النهش حتى نريب الحفلة على كل شيء. دسرتوا علينا اللي يسوى واللي ما يسواش، ولكن بربي حتى نعربط. ونهار ينوض رضوان غادي يندم شحال من واحد. وجمعوا كم كملوا من عندكم يا رباعة الكامونيين. اجي لهنا رضوان الرمضاني، اش واقعه؟ وهنا تدوينه واحده اخرى، احيانا يكون الحل ان تترك الجمل بما حمل. مالنا على هاد فريع الراس واخا يكون عندي النص في هاد المغرب. وهنا تدوينه واحده اخرى، لاش لايق هاد المجلس الوطني للصحافه؟ لاش لايق يونس مجاهد؟ لاش لايق النقابه ديال الصحفيين؟ لاش لايق عبد الله البقالي؟ لاش لايق الجمعيات المهنيه؟ اش كتعرف دير؟ تتفاوض على الدم وحنا الصحفيين نتسبوا ونتهانوا اللي قطر به السقف يمرمد فينا. شنو الحل؟ خاصنا حتى حنا نتصاحبوا مع امنيستي وهيومن رايت ووتش والجمعيات الفرنسيه باش يوقرونا شويه. خاصنا حتى حنا نبداو نجمعوا كل شيء حب وتبن ومن الفوق للتحت عادي يعطيونا التقار. شنو زعما شي واحد كيتخايل انه دايرني في كرشو؟ فين ما كان شي امي جامع بنادم في قناه ولا في صفحه يترعدوا منه وحنا نتسبوا يوميا والمسامح كريم. من الان فصاعدا اقسم برب الكعبه ما نعقل على شي واحد. ودوك الكانيشات كاملين اللي مطلوقين ينبحوا غادي نجبد بوهم واحد بواحد ونفضح اللي محرشهم. اجي لهنا رضوان الرمضاني، اش واقع؟ غير هنا يا الخوت اليوم بديت كنهضر على هذا الشيء اللي واقع لرضوان الرمضاني، والرعد بدا من مورايا والشتا بدات عاصفه كاينه هنايا. رضوان الرمضاني شنو واقع لك تما؟ شكون انت كتقول فينا هما المؤسسات وفينا هو هادشي هذا؟ ياك انت من هاد النوع ديال الكانيشات ومن هاد النوع ديال الكلاب اللي كانت كتمدح في المؤسسات وفي سيدك الحموشي الجلاد والخبيث مخرج الافلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، وفي سيدك ياسين المنصوري هذا الرشاوي هذا الهارب من العداله البلجيكيه. اذا اشنو وقع ما بين ليله وضحاها؟ شنو طرا لك تما كينات؟ دابا انت رضوان الرمضاني ما دوزتي حبس، ما دوزتي اعتقال تاع السوفي، ما دوزتي تعذيب، ما تصورتي في لوطيل انت والزوجه ديالك، ما صيفطوا لك ناس باش يقتلوك، ما داروا لك حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل، وليتي كتقول انك باغي تخوي كاع هاد المغرب واخا يكون عندك نص فيه. اسمع وليدي الرعد اسمع،
اطريحكم الله روب يا صاحبي، كنا كندوزو العطله هانيه مع الاصدقاء ديالنا، جينا نهضروا عليكم عاوتاني على هاد المجرمين ونفضحوكم ونعريوكم، وها الرعد بدا وها العاصفه بدات وما عرف شنو ما عرف شنو غيوقع، باش تعرف ان ما كيجي منكم غير النحس. اذا رضوان الرمضاني اقول لنا شنو واقع لك تما كينات، اشنو داروا لك اصاحبي، شنو داروا لك؟ كيف ما قلت لك انت ما تعذبتي، ما دوزتي اعتقال تعسفي، ما دوزتي حتى شي حاجه، وطجيتي باغي تخوي المغرب، باغي تخليه واخا يكون عندك النص فيه، باغي تسمح فيه وتمشي في حالاتك. ايوا شتي؟ وعلاش ديال المجرمين؟ علاش ديال الخبثاء؟ يا المنافقين؟ علاش انت؟ حيت انت كنتي من اكبر الكلاب التي تهاجم الاحرار اللي هما خرجوا على برا وسمحوا في هذا المغرب ديالكم. علاش كنتي كتهاجمهم؟ كتهاجمهم بهذه الطريقه الكلباويه. فانت اليوم كتعترف كتقول هاد الكانيشات هاد الكلاب اللي مطلوقين عليك، وانت انت كنتي من اسعر الكلاب اللي كان طلقهم علينا الحموشي والمنصوري، هاد الخبثاء هاد المجرمين. وانا كنعاود نقولها لك، انت كنتي من اشرس الكلاب التي تهاجم الصحفيين، تهاجم الحقوقيين، وكتهاجمني انا كذلك، وانت كتهاجمني وباغي تجي عندي لكندا، كتقول باغي دير فيزا وتجي لكندا. اش من كندا غتجي يا وليدي؟ وكتزيد تقول، كتقول غندير نرعانات في اليوتيوب ونبدا نسب فيكم ونسب من اليمين للشمال من الفوق لتحت، هذا الشيء اللي كتبغيو وهذا الشيء اللي كترعدوا منه. لا 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 وليدي، ما تقارنش معانا، حنا ما كنديروش الفيديوهات وكنسبوا من الفوق لتحت من اليمين للشمال، لا، حنا كنقولوا الحقيقه. خاصك تقول غادي نخرج لبرا، ماشي لكندا، شوف شي بلاد قريبه ليك، شوف شي بلاد قريبه ليك بعدا، كندا راه بعيده بعيده عليك. خاصك تقول لي غادي نخرج لبرا وندير قناه في اليوتيوب ونقول الحقيقه، نقول الحقيقه من الفوق لتحت ومن اليمين للشمال، لان هذا الشيء اللي كنقولوا حنا ما كنسبوش شي واحد، حنا كنقولوا الحقيقه من الفوق لتحت. حنا كنعريو النظام الديكتاتوري الشمولي الاجرامي ديال الديكتاتور محميد السادس من الفوق لتحت، من اليمين للشمال، هذا الشيء كنديروه وكيديروه الاحرار حتى هما كذلك. اذا انت اليوم والعقل الباطني ديالك كيعترف اننا على صواب، كيعترف ان النظام الديكتاتوري كيترعد منا، كيترعد من كلمه الحق، كيترعد من هاد الناس اللي كيقولوا كلمه الحق واللي كيعريو النظام من الفوق لتحت ومن اليمين للشمال. انت تعترف بهذا الشيء هذا، حنا هذا الشيء عارفين اننا كنضروا النظام، اننا كنعريو النظام، ان النظام كيخاف منا. لو كان النظام ما كيخافش منا، كل الحموشي راه نشوفوه في باريس او لا نشوفوه في كندا، ولكن ما يقدرش. وكل كذلك المجيدي نشوفوه في باريس او لا نشوفوه في كندا، ولكن ما يقدرش، لانهم كيخافوا من زكريا المؤمني، كيخافوا مني، فهمتي؟ كيخافوا انهم غادي يجيو غادي يتشدوه في الحبس. هما هاربين من العداله، هما هاربين من العداله. والملك ديالكم هذا اللي دايرينو اله ديالكم، هذا الملك المفترس محمد السادس، واستدعيته يجي امام القضاء في الفرنسي، وناض هرب كيتخبى حتى هو، قال لهم فيا كورونا، وناض كيجري مشاركب في الطياره ديالو ودخل كيتخبى في المغرب. واشتي؟ والملك ديالكم محمد السادس ويجي لفرنسا ونستدعي باباه يجي امام القضاء حتى هو. اذا فهمتوا هذا الشيء هذا؟ اذا فعلا حنا كنخلعوا النظام الديكتاتوري، النظام الديكتاتوري كيترعاد منا، هو كيطلع الكانيشات والكلاب بحالك باش يروجوا ان راه النظام راه ما مديهاش في هاد الناس هادو. فحنا اليوم شوف الدور ديالنا كيفاش داير، ها انت اليوم كتضرب المثال بهاد الناس، هاد المعارضه اللي على الخارج، انت كتضرب المثال، كتقول لهم غادي نمشي حتى انا ندير قناه ونولي بحال دوك الناس هادو اللي كيسبوا فيكم يمينا شمالا. حنا كنعاودو نصحو لك، ما كنسبوش يمين شمالا، كنقولو الحقيقه يمينا شمالا ومن الفوق لتحت. اذا هذه شهاده من عند صحفي بوليسي مخزني كلب ديال النظام الديكتاتوري، كيستعرف بهاد الناس هادو، كيعترف بهاد الناس هادو. اذا فحنا هذا هو الدور ديالنا. ها انت اليوم بديتي كتبان لنا كتحرر شي شويه، ولكن مازال فيك التكلباويت، ومازال فيك العبوديه، لانك كتهدد النظام، كتقول لهم وحبسوا معايا هاد الشيء هذا ولا غادي نمشي نولي حر. هادشي اللي كتقول لهم انت اليوم، لانك انت كتهدد، لانك كنتي انت فيك الرجوله، فيك الشهامه وفيك الكرامه،
وتحررتي فعلا، ما غاديش تكتب لهم تدوينه غتقول لهم تتهددهم تقول لهم غادي نمشي عند زكريا المؤمنين لكندا. لا لا لا، غادي تمشي تخوي، غادي تخوي وغادي تهدر وغادي دير داك الشيء فعلا. ولكن انت اليوم، انت اليوم كدير لهم داك الشيء ديال التهديد، لان كما قلت لك مازال فيك التكلباويت ومازال فيك التعياشيت والعبوديه، مازال ما تحررتيش 100%. ولذلك احنا الدور ديالنا هو نكملوا نفضحوا النظام، نكملوا نعريوا النظام، وكنطالبوا لكم بالتحرير ديالكم. حنا باغيين نحرروكم، حنا دابا حررنا فيك واحد الشويه، حررنا فيك واحد الشويه، ولكن التكلباويت صعيبه كتبقى لاصقه، وهذا الشيء ديال التعيشيت والعبوديه كتبقى لاصقه. لذلك فحنا غادي نكملوا في المسيره ديالنا باش نحرروا امثالك، باش ما تبقاوش كلاب ديال هذا النظام. انت كتعترف بها اليوم، كتقول هاد الكانيشات اللي طالقين عليك وهاد الكلاب اللي طالقين عليك، وانت راه من اشرس الكلاب اللي طالقها النظام علينا. وهادشي ما كتشوفوش رضوان الرمداني ولا، وهنا كتجي كتبكي عاوتاني وكتشكي وكتنوح وكتقول لاش لايق هاد المجلس الوطني للصحافه، واش لايقين غير للدعم، وعلاش ما كيعاونوناش وعلاش ما كيهضروش علينا. واجي لهنا، وهاد المجلس الوطني للصحافه علاش ما هضرتيش عليه منين كنتي انت كتمارس التكلباويت ديالك على الصحفي علي المرابط، وعلى الصحفي توفيق ابو عشرين، وعلى الصحفي سليمان الريسوني، وعلى الصحفي عمر الراضي؟ هادشي علاش ما كنتيش كتقولو؟ دابا انت تقاسيتي، انت تتبهدلتي، انت عاد وليتي كتغوت وكتنوح. ايوا فينا هو؟ على انت دوزتي هذاك الشيء اللي دوزو هاد الناس؟ هادشي علاش ما هضرتيش عليه؟ وانت كنتي من الكلاب اللي كانت كتهاجم هاد الناس هادو، انت كنتي كلب من الكلاب الشرسه اللي كتهاجم سليمان الريسوني، توفيق بو 20، عمر الراضي، علي المرابط. واش انت دابا كتبكي وكتنوح وباغي تخوي المغرب؟ وانت ما دوزتيش داكشي اللي دوز مثلا علي المرابط. علي المرابط دوز الحبس، علي المرابط دوز الاضرابات عن الطعام، علي المرابط اتمنى يكتب لمده 10 سنوات والى الابد، سالات 10 سنوات وبقى ممنوع الى الابد. اذا انت ما دوزتيش هذا الشيء، هذا ما دوزتيش هذا الشيء، هذا ما تعذبتي ما والو اصاحبي، وبغيتي تخوي البلاد، وبغيتي تسمح في النص في المغرب، وانت يا المنافق يا الكلب يا الكانيش جيتي كتماطل عليا كتقول او زكريا المؤمن خائن قطع الباسبور. ايوا شتي، ايوا شتي يا المنافق. وانت لو كان تعذبتي كل ما عرفتش شنو قطعتي نتايا، انت هذا الشيء مازال ما داروا لك والو، ما عذبوك، ما صورك الجلاد مخرج افلام البورنو عبد اللطيف الحموشي في بيت النعاس انت والزوجه ديالك. اسمع اسمع الرعد، اسمع اي كنجبدوا هاد الخبثاء الرعد الاعصار كينزل باش تعرفكم مجرمين خبثاء. اذا كما قلت لك، ما صورك الجلاد والخبيث مخرج الافلام البورنو انت والزوجه ديالك في غرفه النوم، ما صيفط لك هاد النظام مجرمين يقتلوك بالسلاح، ما حتى شي حاجه. ونايض كتهوج كتهدد باغي تجي لعند زكريا المؤمني في كندا، كتدق عليهم ديك اللعبه راه غادي نمشي لكندا وندير قناه. وعاد من باغي تجي لكندا؟ شكون اللي كاين في كندا؟ شكون اللي كاين في كندا كيترعد منه هذا النظام الديكتاتوري، كيترعد منه الاسياد ديالك الجلاد والخبيث عبد اللطيف الحموشي اللي ما يقدرش يحط رجليه لا هنا لا في باريس لا هنا لا في فرنسا؟ اللي كيترعد منه كذلك الشفار والنصاب الجلاد منير المجيدي اللي ما يقدرش يحط رجليه لا هنا في كندا لا في فرنسا. هاد الهاربين من العدالة، هاد الهاربين من العدالة، واللي كيترعد منه كذلك زيد عليه الملك محميد السادس اللي براسو منين جا لفرنسا واستدعيته يجي أمام القضاء، ومنين يجي لكندا كذلك نستدعي بابا يجي أمام القضاء حتى هو يتستنطق. إوا شتي دابا رضوان الرمداني؟ شتي دابا وليتي كتقول واش كاينة شي مؤسسة في هاد البلاد توقف هاد الشيء؟ ها ومن حنا كنا كنهضروا كنقول لكم راه ما كاين لا مؤسسه لا والو، هذيك راه ماشي دوله، راه كاينين غير الاجهزه القمعيه. اشنو كنت كتخرج دير؟ كنتي كتخرج ككلب مسعور، كلب شرس كيدافع على المؤسسات. وفينا هما دوك المؤسسات اللي كنتي البارح كتدافع عليهم؟ فينا هو داك الحموشي والمنصوري اللي كنتي كتدافع عليهم؟ ايوا شتي بالزربه وليتي كتعترف ما كاين لا مؤسسه لا والو، هادشي كتعترف بلا تعذيب بلا والو، بلا اعتقال تاع السوفي، بلا ابتزاز بصور مفبركه بورنوغرافيه، بلا ما يصيفطوا لك مجرمين بالسلاح يقتلوك بالزربه، وليتي كتقول ما كاين لا مؤسسه لا والو. شتي مازال ما وقع لك والو وليتي كتقول فينا وما هاد المؤسسات؟ واش ما كايناش شي مؤسسه توقف هادشي؟ ايوا شتي حنا يكفينا اليوم انك كتعترف يا الكانيش
يا الكلب المسعور ديال هذا النظام الديكتاتوري، ان ما كاين لا مؤسسات ولا هم يحزنون. وكتزيد كتكملها كتقول واش بغيتونا حتى حنا نمشيو نتصاحبوا مع امنيستي انترناسيونال وهيومن رايت ووتش والجمعيات الحقوقيه وهذا الشيء عاد باش تبداو تخافوا منا؟ راه ما يمكنلكش يا المجرم، راه ما يمكنلكش يا العبد، راه ما يمكنلكش يا الكانيش، راه ما يمكنلكش تمشي تصاحب مع دوك الجمعيات. هنا اجي نشرح لك، اجي نشرح لك يا البوليسي، اجي نشرح لك يا العبد، اجي نشرح لك يا الكانيش، يا كلب النظام. راه ماشي اجي وتصاحب مع امنيستي انترناسيونال. امنيستي انترناسيونال ما كيتصاحبوش مع هالناس، هيومن رايت ووتش راه ما كيتصاحبوش مع هالناس، لا فيديراسيون انترناسيونال دي ليغ دي دووا دلوم راه ما كيتصاحبوش مع هالناس، هاد الجمعيات الفرنسيه ما كيتصاحبوش معاهم الناس. هاد الناس كتكون عندهم قضايا، هاد الناس كيكونوا مظلومين، عندهم قضايا عادله. ولذلك امنيستي انترناسيونال وهيومن رايت ووتش وهاد الجمعيات اللي كتقول عليهم كيديروا التحقيقات ديالهم وكيخرجوا تقرير، لانهم كيعرفوا النظام ديكتاتوري اجرامي شمولي وفيه كلاب بحالك كتخرج تهاجم في الناس وتشهر بهم. واش فهمتي؟ اذا انت كلب ديال النظام، عبد ديال هاد الاسياد ديالك، هاد الجلادين وهاد الخبثاء، ما غاديش يمكن لك تمشي، ما غتقبل عليك حتى شي جمعيه من تما، لانهم عارفينك كانيش كلب ديال النظام الديكتاتوري الاجرامي. واش غتمشي تقول لهم؟ شنو غتمشي تقول لهم؟ انا كلب ديال النظام كنهاجم المعارضين واليوم النظام تقلب عليا واجي وعاونوني. اش من وجه عندك باش تمشي تطلق معاهم؟ واش هي كتبقاو جالسين وكتحلموا غادي نمشي عند امنيستي، غادي نمشي عند هادي، غادي ناخذ فيزا لكندا؟ حتى من كندا غتجي ليها؟ حتى مع تحط رجلك في كندا غادي نتابعك، غادي نتابعك قضائيا، لانك انت كلب من الكلاب ديال النظام اللي كانت كتستهدفني. اذا كنعاود نقولها لك، اذا استيقظ من الحلم ديالك، كندا راه ما كاين لا كندا ولا هم يحزنون. شوف لك شي بلاد قريبه لك بعدا تما كاينات، وانت الا خرجتي تتحرر بعدا، تتحرر، مازال فيك العبوديه ومازال فيك التكلباويت. اذا منين تولي تحرر من التكلباويت وتحرر من العبوديه، تما كاينات نشوفوا ديك الساعه كيفاش، واش نقدروا نسامحوا ليك او لا ما نسامحوش ليك. اذا كنعاود نقولوها الخوت، اليوم كتشوفوا العبره ديال هاد الكلاب والكانيشات ديال النظام الديكتاتوري كيفاش كدور عليهم السمطه. هذا راه كان من اكبر الكلاب، من اشرس الكلاب، شوفوا شنو وقع له. هما راه كاينين كلاب بزاف وكانيشات بزاف اللي طالقهم هذا النظام الديكتاتوري باش يهاجموا في المعارضين. ها هو اليوم كيعترف انهم كلاب وانهم كانيشات. اذا هنا الخوت كنعاودو نقولوها ونؤكد عليها، راه يجب اسقاط هذا النظام الديكتاتوري، يجب اسقاط هذه الملكيه المجرمه وعلى راسها الملك المفترس محمد السادس. خاصو يجي يتساءل ويتحاكم على هذا الاجرام ديالو، وكذلك هذه العصابه الحاكمه اللي دايره بهم، كلهم خاصهم يجيو للمساءله والمحاكمه، خصوصا هاد المجرمين، هاد الهاربين من العداله. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الاخوه الاخوات الاحرار، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.